مع أخبار كرة اليد، ولكن الأخبار المحلية. اتحاد كرة اليد نجح في عمل رقم خاص بتنظيم 105 مباراة في يوم واحد يوم الجمعة اللي فاتت، ودي حاجة شاقة جدا انك تنظم 105 مباراة في عدد من المسابقات على مستوى الكبار والناشئين رجال وسيدات في محافظات وملاعب مختلفة، ودي حاجة في الحقيقة تستحق الوقوف وان احنا نشيد بيها. شهدت المباريات انطلاق مسابقات كرة اليد المصغرة اللي بدأت بمنافسات 2010 بنين وبنات، كمان معاهم إقامة مباريات دوري المحترفين للرجال مرتبة المحترفين 2004، منافسات الدرجة الأولى، منافسات 2008 ناشئات و2010 ناشئين وناشئات. 105 مباراة رقم كبير جدا، وفكرة ان كل المباريات دي تتعمل في يوم واحد اللي هو كان يوم الجمعة اللي فاتت وكل المباريات تخرج على أكمل وجه، ففي الحقيقة ده راجع لمنظومة كاملة بتشتغل على رأسهم طبعا الاتحاد المصري، منظومة بتشتغل في كل الاتجاهات مش بس بتشتغل على الفريق الأول. ودي النقطة اللي أنا دايما بتكلم معاكم فيها وبقول خلينا ناخد بالنا من الناشئين، خلينا ناخد بالنا من البراعم، خلينا ناخد بالنا من الشباب، لأن هم دول اللي طالعين وهيكونوا دول نواة في يوم من الأيام، هيكونوا نواة لمنتخبنا الوطني للكبار.